وأولى فقراتنا لليوم رح نروح لنضوي على موضوع جدا مهم يا ليلى، ودائما نحن بصباحات نضوي على المشاكل اللي بيعاني منها الأطفال. اليوم رح نحكي عن تأخر النمائي بشكل عام، رح نحكي عن مراحله، كيف يبلش عند الطفل، شو هي أعراضه، وإيمت الأهالي مفروض ينتبهوا أنه ابنهم عنده مشكلة نمائية ويلجأ للمختص. أكيد اليوم ضيفتنا رح تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. تماما يا رشا، هاي المشكلة تأخر الكلام بتسبب كثير من القلق والخوف للأهالي، وبينتابعون سؤال دائما ليش ابني تأخر بالكلام وشو هو السبب. لكن دائما لازم ناخذ بعين الاعتبار انه تطور ونمو كل طفل بيختلف من طفل لآخر، لهيك اليوم رح نحكي عن الأسباب وأهم النصائح اللي لازم نقدمها اليوم، ولا رح نناقش كل هالأمور مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة خنساء البدوي الاختصاصية التربوية والنفسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا بحضرتك. دائما هيك بنحب معك نضوي أكثر على مشاكل الأطفال ونعرف أكثر كمان الأمهات اليوم يتابعوا أبنائهم. اليوم عم نحكي عن التطور النمائي عند الطفل، خلينا هيك بشكل مبسط نعرف شو هي هذا التطور. لا، المعروف النمائي أو التطور النمائي هو كل شيء متعلق بالآلية الدماغية ككل. يعني اليوم أنا إذا بدي أقول نمائي معناته أنا عندي إدراك، تفكير، تذكر، انتباه، كل القدرات المتعلقة بآلية التواصل البشري. اليوم أنا بس أحكي عن آلية المعرفة أو خليني أقول آلية الإدراك النمائي، بكون أنا كشخص عم وجه الانتباه الأكبر للآلية الدماغية ككل. يعني اليوم أنا وقت اللي بدي أتواصل معك أو وقت اللي بدي أطلع عليك أو وقت اللي بدي أعمل أي تخاطب مع حضرتك لازم يكون عندي إدراك للشيء اللي محيط فيه، يكون عندي انتباه للشخص اللي قاعد معي، يكون عندي انتباه للوسائل المحيطة فيه، إدراك للشيء اللي أنا رح حتم الحديث عنه أو الآلية اللي بدي أتواصل فيها. كل شيء بما يخص الآلية الدماغية خليني أقول يعني مثل ما بنقول بنبلش ببدايتها إلى ختامها. تمام دكتورة، خلينا نحكي شوي عن تأخر العلاقة بين تأخر الكلام وتأخر النمو، هل في علاقة اليوم بيناتهم؟ طبعا أكيد. اليوم نحن من البدائيات الأولية اللي منشوفها، طبعا بس أحكي ملحوظة أنه نحن بس نقول تأخر النمو مو بالضرورة يكون تأخر النمو الجسدي، لا، التأخر النمو هو مقرون بالتأخر المعرفي، مقرون بالإدراك، مقرون بالنسيان أو بالتذكر، ومقرون كمان بالآلية الجسدية. أطفال كتير منشوف أنه هي خليني أقول الجسد كنمو كتير بسيط، يعني بتشوفي أنه العمر 13 إنما النمو تبعه متوقف على مرحلة معينة اللي هي 6 سنوات كحجم، إنما الآلية الدماغية نظامي ماشية معه. هون نحن بنروح لأسباب القذامة وهي القصص، يعني النمو الجسدي، التطور الهرمون الجسدي أو خليني أقول الآلية الجسدية من العظام وهي القصص. بنروح للمنظومة المعرفية، هي برجع بقول كل شيء بخص الآلية الدماغية. اليوم أنا بس أقول معرفي بدي تنوه للمرحلة الأولى اللي بتصير بالطفل بالبدايات بمرحلة الرضاعة. اليوم وقت الطفل كان عم يرضع هو يا ترى كان منتبه للأم، كان عم يصدر الأصوات الأولية من مناغة، من صرخات أولى، من بكاء، من فرح، من ضحك، بالمراحل التسلسلية لوصل للعمر العام بالمرحلة الأساسية بإني أنا عم بطلق 4 كلمات. هي البدايات تمام. خليني أقول تبع النمو المعرفي اللي ممكن نحن نتوجه لها. طيب خلينا هيك شوي نضوي أكثر على موضوع تأخر النمو عند الأطفال ونروح للأنواع، هل هناك أكثر من نوع مفروض الأم تنتبه لإلون؟ هلا منبلش بالتأخر النمائي اللي حكينا عنه اللي هو مقرون فيما بعد بصعوبات التعلم يلي بيصيب الطفل، انه انا بكون عندي تأخر بالإدراك، بالتفكير، بالانتباه، بالتذكر. فيما بعد بتجه لمنحة التأخر خليني اقول بالتواصل الحركي الدقيق او المكثف كحركه، انه انا بصير عندي تاخر بالمشي، بالزحف، بتحريك العضلات، بمسك المعلقه، بتناول الطعام بذاتي او دخول الحمام او خدمه ذاتي كطفل. بنروح للحركات الدقيقه اللي هي الاطراف الاصابع، كثير اطفال بنشوف عندها ليونه جدا باستخدام الايدين تبعه او ما بيقدر بيوقف لساعات طويله او بيركض فجاه بيتعب. احيانا بنقول نحن انه ممكن معقول متعلق بالقلب
بتروحي بتفحصي ما في شيء، يعني القلب تبعه سليم ما عنده اي مشكله. سريريا اليوم ما بتبين القصه تماما. ايه لانه نحن مع الوقت هو بشيء بصير شيء متضح مع اختبارات الذكاء وهي القصص. بروح للمراحل الدقيقه تبع الاستخدام اليدوي وكذا، هون نحن دائما بنقول انه نستخدم مع الاطفال الممارسات اليدويه مثل استخدام المعجون، الصلصال، الرمل، التراب، البحر تبع هدول القصص حتى تنمي المواهب تبع الاصابع. فيما بعد بروح للآلية المدرسية والتعليمية، هون بشوف الطفل كيف أداؤه المعرفي المدرسي، كيف عم يتطور بالمدرسة، يا ترى عنده خلل بالمراحل المدرسية. بنشوف الفوارق بين طفلين، أنا اليوم عندي طفل 5 سنوات، إدراكه وتفكيره وتذكره والأنماط العقلية هي لطفل 5 سنوات، ممكن تعلى عن عمر 5 سنوات، هون بنقول بيكون معدل الذكاء عنده عالي، ممكن ينقص، هون بنقول ما في قول انه فروق فرديه، لا، لانه بهذا العمر بالذات كثير بندقق على موضوع انه يا ترى القدره تبع الطفل او محدد الذكاء او القدرات المعرفيه العقليه هي بتتصاحب مع الطفل بذات العمر، يعني انا عمري 5 سنوات معرفيا و5 سنوات بيئيا جنينيا جسديا الى اخره، فهون انا بقول المكثف تبع العمر لازم يترافق بذات المعرفه العمريه. بنقول نحن هون دائما ممكن تشوفي طفل قدراته اقل من طفل، تمام، هون نحن بنقول انه كان ممكن اصيب بالطفل او عنده تاخر نمائي وقت اللي كبر او طلع للمدرسه صار يتضح على منظومه صعوبات التعلم، لان هن شقين لبند واحد. تمام. طب دكتوره نحن اليوم ايمت فينا نقول هذا الطفل عنده تاخر بالنماء المعرفي او تاخر بالكلام؟ ايمت فينا نحدد هي الحاله؟ هلا هون دائما نحن بنقول كأم انت لحالك بتعرفي اذا الطفل هو عم يتواصل معك ببيئه المنزل بشكل صحيح وسليم او بشكل متاخر. نرجع للمراحل الاولى من العمر، يا ترى بعمر العام هو عطى 4 كلمات، ناغى بالعمر البسيط الاول، كان عم يصرخ صرخات الضحك، وقت اللي بيشوفك بيضحك، وقت اللي بتمد ايدك لإله بمد ايده، هي البوادر الاوليه بتوضح لك اذا انت عندك طفل طبيعي او لا. بنروح لعمر السنتين، يا ترى حكى بمعدل 20 كلمه، وصلوا ل 30، 3 سنوات، بس روح انا اطلع من السنه الاولى او من السنتين الاوائل والطفل ما اعطاني ادنى محصل اللي نحن دائما بنحكي عليه، معناتها بقول هون لازم انا راجع طبيب اطفال بشكل سريع، حتى لانه ممكن نرجع بنقول انه الطفل يكون عنده مشكله بالسمع، ممكن يكون عنده مشكله بلجام اللي تحت اللسان، ممكن يكون عنده مشاكل عده سمعيه تماما بتؤدي وبتوصل عنده لانه هو ما يقدر يتطور معك. وهون طبعاً نحن دائماً بنقول بالملاحظة، ملاحظة الأم الأساسية للطفل، يعني اليوم أكيد ما فيك تقولي لي أنه أنا ما انتبهت، لأنه أنت كأم أكيد عندك طفل أو شايفة طفل فيما قبل، يعني أنه أكيد أنت متواصلة. لكن في أطفال بيكون عندهم هدول القصص والبوادر اللي عم تحكي عنها، لكن بيتأخروا بالكلام، بس بيكونوا سليمين ما فيهم شيء، مجرد تأخر، هون شو بيكون السبب؟ هلا هون صح كلامك، وحتى ممكن يكون الطفل عم يتواصل معك معرفياً، عم يتواصل لغوياً، عم يتواصل بيئياً واجتماعياً، بيضحك بيمزح، بيوصل لعمر 2 و8 شهور فجأة بلش يفقد هذا التراكم كلياته، ما عاد في عنده كلام، ما عاد عنده تواصل، هم بروح لآلية التوحد. فهون نحن دائما بنقول في أطفال بتمتلك، ولكن نحن بعمر 3 سنوات أو من محدد 2 و6 شهور لثلاث سنوات كثير بنتبه لبيئة الطفل، لكلام الطفل، لحركاته، نحن دائما بننوه على موضوع التوحد، شو الحركات الأولية اللي بتظهر عند الطفل مثل الاهتزاز، تحريك الأصابع واليدين، التواصل الكلامي اللي فجأة بيختفي، أهالي كثير لك انه كان يتواصل فجأة ما عاد حكى، شو السبب؟ وللأسف هون وقت اللي بتقولي انه الطفل عنده توحد بصير في رفض تام من آلية المنزل، المجتمع، انه لا كان هو عم يتواصل. الطفل يلي بصير عنده تأخر بالكلام او ممكن يكون كلامه غير واضح، او نحن مثل ما بنسميه انه محبب لنا ككلام، بنضحك عليه وبنصفق له، هون بنقول ممكن يكون الكلام متأخر لسبب معين مثل انه وراثي، الأب او الأم صار عندهم تأخر بالكلام، او حدا من العائلة صار في عندهم تأخر بالكلام، او احيانا مثل ما نحن بنرجع وبنقول انه اللابتوب والايباد والموبايل لهم المعزز الأساسي سلبي. ودائما نحن بنقول مراقبة الأهل هي يمكن هي اول خطة برحلة العلاج، وبتوفر جدا يعني مرحله كثير كبيره على الطفل، حتى على المختص. اليوم وقت بيجي
هيك طفل عنده مشكلة بالنمو إن كان العقلي أو الجسدي، خلينا نقول روح لي بعد التشخيص علاجياً كيف يتم التعامل؟ تمام. هلأ مثل ما سبق وحكينا بلقاءات سابقة أنه نحن بالبداية وقت اللي بنعمل الاستمارة أول شيء بنوه عليها ترى الطفل عمل فحص دماغي، يعني عمل تصوير للدماغ ككل بتأكد أنه الآلية الدماغية سليمة من المنحة التام. تاني نقطة بروح للموضوع السمعي والقصص السمعية، يا ترى هو سليم فيها كمان مع فحوصات، مو يلا أنا جبته مثلا حكيته انتبه للأصوات كذا معناتها ما في مشكلة. أحيانا أكياس مائية بسيطة بتسد السمع عند الطفل وبتؤدي لمشاكل بالكلام. بالبداية أكيد بالبوادر الأولى بالعلاج أول شيء نحن بنشوف العلاج الدوائي اللي بيكون مترافق مع العلاج المرحلي معنا. هلا اكيد بالتبنيد الاول للعلاج بنستخدم معهم المكثف والتعزيز الاجتماعي، التعزيز الروحي يلي الطفل بس يلمسه منك بيرتاح. شو يعني تعزيز روحي يعني للطفل بمراحل عمرية صغيرة؟ وقت اللي بيكون الولد عمره خليني أقول 4 سنين أو 5 سنين وبتبلشي أنت معه، أول شيء هو بده يكتشفه فيكي أنت كشخص أنه يا ترى أنت عندك طليعة الحب التامة اللي أنت حتعطيها حتوزعي له مثل ما بنقول عاطفة، أو أنت حتى حتعملي له على عود وخطأ وما بيصير ولا بهي الزورة خليني أقول، أو بضحكة وابتسامة وضمة رسائل هي تعتبر أكيد. كلها للأطفال. نحن بالوقت اللي بتعطي الطفل طابع الحب بيمشي معك بكتير سلاسة، حتى بيصير بيحب انه يقعد معك. نحن بنقول المراحل الاولى للعلاج هي الاساس بالاكمال، لانه اليوم الطفل اذا ما حبك ما رح يتلقى منك اي شيء، حتى اي بند علاجي مستحيل يتلقى منه، رح يجي مجبر ورح يطلع يعني مكره، انا ما بدي اجي، انا ما بدي اتعالج، انا ما بحب. فأكيد البوادر الأولى للعلاج هي الحب، إعطاء الطفل طابع حب. فيما بعد أكيد بصير المرحلة العلاجية بناء على برنامج العلاج والخطة العلاجية اللي بتوضع للطفل. اليوم أنا ببلش مثلا لنفترض بنفخ الشمعة، نفخ الفقاعات مع الطفل، بمضغ العلكة، بتحريك اللسان حركات عدة. فيما بعد بمشي على تعليم الحرف، مخرج الحرف، تصحيح الحرف أو الجملة، لحد ما نوصل لمرحلة أنه أنا كطفل صار عندي تخاطب وقت بتقلي لي مرحبا قال لك أهلين، حتى لو الكلام بقي خليني أقول بمخرج غير سليم، لأنه دائما نحن بنقول المخرج الغير سليم للحرف ممكن الطفل يتلقاه من المجتمع. أطفال كتير عمرها 5 سنين بتدخل الصف الأول بعدها بالراء والميم أو اللام عندها سوية غير صحيحة بتبدل ببعض، ولكن وقت بتشوف بالمدرسة الأطفال كيف عم تلفظ أو بتنتبه لآلية اللسان كيف عم تتحرك بتبلش تصحيح. هون بنقول تصحيح الحرف أسهل بكتير من أنه أنت تعدي تعطي للطفل تواصل وتخاطب، أن أنت تعلمي الطفل يحكي جملة. تمام. دكتورة بنلاحظ كثير من الحالات ويقال ويشاع انه هي الحالات بيصعب علاجها، كيف فينا نحدد هذا الامر؟ هلا هون خليني اقول بس تعرفي انه الطفل هو سليم بالآلية الدماغية كل شيء بعده بيصير سهل، لانه نحن اليوم وقت اللي بنقول اطفال صعوبات تعلم او اطفال تاخر نمائي هدول اطفال هن قادرين على انه انت تلحقيهم بالمنظومه الاجتماعيه، يعني قادره انت تستخدمي معهم برامج لحد ما توصلي معهم للاليه الصحيحه يعني لاليه العلاج. ولكن وقت اللي بتقولي طفل متلازم الداون او توحد خليني اقول شوي العلاج بيكون ابطا، لانه نحن دائما بنقول انه طفل المتلازمه مقرون التاخر عنده لعمر 6 سنوات، يعني انا ممكن ما احكي لحد ما يصير عمري 6 سنوات. كثير اهالي بتقول لك لا انه انا شفت متلازمه بس عم يحكي من 3 سنوات، بنقول ممكن يحكي ولكن بصير عنده فاقد فيما بعد او بصير كلامه ثقيل مع الوقت. فاقد شو يعني؟ الاحرف والكلمات ممكن ومركز ممكن الدماغ. تمام. لا مو هذا المبدا، ممكن يصير عنده انه هو بيحكي بس فجاه انه بطل يحكي او ما عاد بده يحكي او مل من الحكي. هن معروف عنهم انه هن في عندهم هذا الكسل، نوع الكسل انه بيتعبوا، فسبحان الله بتحسي انه هي النمط من الاطفال. ممكن في اطفال تعطيكي بوادر بس فيما بعد بصير شوي تخفف لحد ما يصير عمره 6 سنوات يصير عنده طلاقه. احنا دائما بنقول انه برنامج العلاج مع اطفال المتلازمه بيفضل انه اكيد يكون بعمر مبكر، انما الرك والضغط بيكون عليهم بعد عمر 6 سنوات. اما بالنسبه لاطفال التوحد نحن بنعرف انماط التوحد يلي منها كلاسيكي التوحد العادي
عندي توحد الشديد الاسبرجر يلي بتكون انماطه متعدده، 8 انماط خليني اقول للتوحد، وكل نمط موزع بشيء معين منهم اللي بيحكي وبيمشي معك بسلاسه وسهوله وبسلام، يعني بيمشي معك بمراحل الكلام الطبيعيه مثل توحد الاسبرجر. بنروح للتوحد الشديد اللي ممكن ما يقدر يقعد، ما يلتزم معك، جلسات العلاج تبعه تكون طويله جدا، وممكن منهم خليني اقول 20% اللي نحن بنقول هي ما بتنفع معهم، هو بنقول التوحد الغير ناطق، هو مو لانه ما بيحكي او ما عنده آلية الكلام، لا، انما الكسل تبعه ما بيوصل لكلام ابدا. تمام. طيب اذا بدنا نحكي اليوم عن اساليب الاوليه، خلينا نقول ان كان من الاخصائي وان كان من الاهل، اليوم وقت بيكون في طفل بالبيت ما عم يحكي او تاخر الكلام عنده، يعني خلينا نروح للتصرف الاهل، كيف مفروض يتصرفوا معه؟ يعني هلا اللي ظاهر بالمجتمع حديثا انه بتقلك الام انا والله عم قاعده على الموبايل، عم خليه يسمع، يعني عم قاعده على الكرتون، عم يتفرج، عم يعمل، عم يسوي، بس ما عم يستفيد. هون نحن بنقول انه الطفل خطا يقعد على الشاشه لانه هو ما رح يتلقى منا، بينما انت كأم وقت حتقعدي معه وتتواصلي معه بالمنحة الاول رح يطلع هون، فهو رح يراقب اليه التواصل تبعه. هون بنرجع للاجداد وقت اللي كانوا يقولوا ضلوا احكوا مع الطفل. تماما. ضلوا احكوا أيوة. مع الطفل. تمام. منه بيتعلم الحكي ومنه بيلقط منكم مفردات. اكيد لا شيء. رجعنا بهذا المثل. اكيد ما هن سبحان الله دائما كل شيء قديم بيحمل رساله ساميه، يعني ما انحكى شيء بلا شيء، هو دائما بيكون عن تجربه، فوقت اللي بقول انا لازم اتواصل مع الطفل فانا 100% هو رح يستفيد مني. بنرجع لمبدا جلسات النطق واللغه يلي بنكون نحن قاعدين فيها مع الطفل، هي عباره عن تواصل، يعني انا جلوسي مع الطفل هو منحه علاجي تواصلي، يوم انا بقعد معك كطفل عم بتواصل معك، عم بتواصل بعيونك، مع عينك، عم بتواصل مع اليه الشفتين، عم بتواصل بالطريقه السمعية، ممكن بغناء، ممكن بتحريك عضلات البسيطة يلقط. تماما. فهون ممكن حتى بالحركات البسيطة يلقط الطفل فيقلد. كتير أمهات بتقول أنه انا خلص، يعني انه الابن تبعي انه انا وقف الكلام، انا ما عاد في داعي، تعذبنا معه. لا، نحن دائما بنقول اعطي الطفل حقه بآلية التواصل معك، او بيقولوا في اخصائي اليوم متابعه، هي مهمه الاخصائي، ولكن هي اليوم مهمه مشتركه، يعني بتكملوا بعضكم ان كان اخصائي وان كان الاهل، يعني رساله واحده، ويمكن فشل اي طرف فيكم بفشل هذا أكيد. الطفل لانه اليوم اذا انا شديت على الطفل هو معي نص ساعه بس من الوقت، جلسه النطق هي عباره عن نصف ساعه، فالطفل عم يتلقى معي نص ساعة باليوم أو خليني أقول مرتين بالأسبوع، بالمقابل هو 24 ساعة مع 24 ساعة مع 24 ساعة مع الأم ومع الأب، فتواصل الأهل معه بشكل الدرجة الأولى من العلاج أكثر من الاختصاصي. طب بما أنه عم نحكي عن الأهل ودور الأهل، هل اليوم في أطعمة معينة، أغذية معينة ممكن أنه نعطيها للطفل بتساعده على النطق بشكل أكثر؟ خلينا نحكي عنها. طبعا أكيد لا شك هذا الكلام، أنه نحن دائما بنقول كل شيء معزز بالأوميجا 3 هو بيعطي الطفل القدرة. سبحان الله، الجوز واللوز والزبيب والتمر وهي القصص كلياتها كلياتها بتحمل السكريات الطبيعية، بتحمل معدل كتير عالي للجسم، فبتحرر الطاقه عند الطفل بطريقه صحيحه. يعني اليوم انا وقت باكل اطعمه فيها سكريات بس طبيعيه مثل الفواكه مثل المجففات، هي سكر طبيعي، بتحمل السكر الطبيعي يعني اللي خلقت فيه، فهذا السكر ما بيرفع الانزيمات تبع الجسم، ما بيعمل عندي فرط نشاط، ما بيعمل اي مشكله عند الطفل. بنروح للجوز، هو بيقولوا دائما الجوز غذاء الدماغ، حتى شكله سبحان الله بيحمل شكل الدماغ، فدائما الام اللي بتشوفيها بفتره الحمل او بالفتره التسع شهور تبع الحمل هي عم تاكل هي القصص، بيطلع الطفل كتير ذكي او عنده استيعاب عالي، لانه هي كانت عم تغذي الاليه الدماغيه عنده بشكل صحيح، فبتلاقي الطفل حتى بحب هي الاطعمه. هلا نحن اطفالنا شيبسات، بسكويت، شوكولات، والشوكولات بشكل مو طبيعي، الاشياء الضاره، يعني بنقول هي الاشياء يلي بتضر وما بتنفع، لانه بس يصير عند الطفل فرط نشاط عدي تعي قعدي او احبسيه او انت قاعديه على مقعده او كذا، ما مستحيل ما بيلتزم معك ابدا. فنحن هون بنقول الاطعمه دائما اللي فيها اوميجا 3 معززات الزيوت الطبيعيه او السكريات الطبيعيه هي اللي بتعزز قدره الدماغ، وطبعا اكيد في حبوب خليني اقول زيت السمك وهي القصص هي اللي بتعزز بشكل اكبر عند الطفل. تمام، يعني فينا نقول هدول الاشياء ممكن انه يتاخذوا بموجب
نظام غذائي معين ممكن انه تعطيهم لابنا بشكل عشوائي، وخصوصا انه اذا مثل ما ذكرتي انه في نوع من الادويه او الكبسولات بتحتوي على اوميجا 3. تماما. هلا اذا بدنا نروح نعطيه للولد اوميجا 3 ويكون هو عنده فرط نشاط، يا سلام شو بصير فينا؟ فبصير فرط النشاط مضاعف، بيزيد فرط النشاط؟ اكيد، لانه انت عم تعطيه شيء بيحرر طاقاته، فتيجي تعطيه اوميجا وهو عنده فرط نشاط لا. فنحن بوقت اللي بدنا نوصف دواء، خليني اقول، او وقت اللي بدي اعطي معزز للطفل، وقت اللي بعطيه شيء طبيعي مع ايقاف السكريات الغير طبيعيه او خليني اقول الشغلات الغير صحيحه للطفل، لا بيكون اكيد عم يمشي الوضع بسلام. انما طفل عنده فرط نشاط، في مقياس الادويه هون بهي الحاله، ما بعطيه اوميجا 3 الا بحال انا قدرت خفف عنده فرط النشاط، معزز النشاط، فاكيد هون بنرجع اكيد لحكم دوائي بهي الحاله. طيب في حال اليوم ما تم تشخيص التاخر النمائي عند الطفل بعمر مبكر وما صار في متابعه لا من الاهل ولا من الاخصائي، هذا الطفل راح يكبر بنتائج كثير كارثيه. طبعا. لوين ممكن يصل هذا الطفل؟ نوصل لمرحله انه نحن عم نعالج، ممكن نقول خليني اقول شب بعمر ال 15 بس هو عمره 3 سنين. يعني تخيلي انت قاعد قدامك شب، وهون طبعا نحن جسدي بصير نمو نظامي، الاشياء طبيعي. الخاطئه يلي بنشوفها كثير باليات العمل انه والله عمره 15 بالمركز، لا ما بصير، لانه انا بس وصل لعمر ال 15 سنه خلص الاداء المعرفي بصير عندي بتراجع، ببلش ينزل، فانا عندي عمر معين او خليني اقول عمر ذهبي دائما باي مرحله. الطفل الطبيعي العمر الذهبي عنده هو الخمس سنوات الاولى، فما بالك الطفل يلي بيكون متأخر. أنا هون لازم أعزز الطاقات عنده مباشرة، يعني فورا لازم يكون في تدخل. طبعا التأخر بالعلاج هو ذاته أنه أنت ما بتكوني عم تعالجي، أو خليني أقول في مقولة دائما نحن بنقولها، أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل، صح، بس أن تصل متأخرا خلص يعني ما عاد في مشكلة، ما عاد في خليني أقول علاج، لأنه أنت وصلت متأخر مع هي الحالة بالضبط، فصعب يكون العلاج طبعا يمكن حسب الحاله هون. حتى يمكن يكون في بعض الاهالي بيقولوا انه بتاخر سنه سنتين انه عادي يعني. لا اكيد. بدنا نتشكرك دكتوره على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، شكرا كثير لك. حبيبه قلبي. شكرا لك، ودائما هيك بالسلامه لجميع الاطفال، وان شاء الله هيك اليوم تكون المعلومات وصلت لكل الامهات اللي بيهتموا بهدول المواضيع. شكرا لك دكتوره.